ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل أستاذ العلوم السياسية دكتور عبد السلام برواري. مرحبا بك دكتور عبد السلام. حديث عن ضغوط دولية على العبادي من أجل إعادة البيشمركة إلى كركوك، يعني بما تفسر تلك الضغوط؟ نعم، مساء الخير، تحية لك الأخوات الإخوة المشاهدين. أهلا بك. في الحقيقة أنا لاحظت في الإعلام أنه يتم عرض الموضوع وكأنه مطلب كردي أو ضغط أمريكي. يمكن أن ننظر للموضوع من زاوية أخرى، هو في الحقيقة مطلب عراقي وضرورة أمنية، إضافة إلى أنه يتماشى مع الدستور. لو قارنا وضع كركوك والمناطق المشمولة بالقرار 140 اليوم في وضعها في 2005 وإلى مجيء داعش، ثم في فترة إخراج داعش إلى أحداث 19 أكتوبر، نرى أنه في تلك الفترة التي كان فيها هناك تعاون وتنسيق بين البيشمركة وقوات التحالف والجيش العراقي وقوات الأمنية العراقية، كانت المناطق هذه آمنة وتشبه في امنها محافظات اقليم كردستان، لذلك كانت هناك تفجيرات مستمره في المناطق الاخرى من العراق. لذلك انا اعتقد التوصل الى اليه لهذا التنسيق والتواجد سيخدم الامن ويخدم اهالي المنطقه الذين يرفضون كما ترون الرجوع الى مناطقهم رغم تحريرها من داعش. من ناحيه ثانيه، بما ان هذه المناطق بضمنها كركوك قد سميت بالدستور بصراحه وبصوره مباشره مناطق متنازعه عليها. عبد السلام، القوى الفاعله في المنطقه كيف تنظر الى ذلك؟ يعني القوى الفاعله في منطقه الاوسط او في الاقليميه، القوى الفاعله الاقليميه في المنطقه، هذه الازمه كيف تنظر اليها؟ يعني هذه مساله داخليه انا اعتقد، وطالما انها ستعود بالفائده الى اهالي المنطقه الذين سيطمئنون، طالما انها سيبعد احتمال اعاده انتشار داعش وكل ما يعنيه داعش، فلا ادري، ليس هناك اي مبرر بان توجد هناك جهات ديوان داخليه في الاقليم او في بغداد ترغب في اراده القوى الاقليميه، القوى الاقليميه كلها لها اي واحد، كل واحد منها لها مصلحته واجندته وصحته والعراق وشعب العراق، يعني ايجاد اليه للتنسيق. اذا هي بين قوات البيشمركه وقوات العراقيه ولثبت ابناء الشعب. عوده البيشمركه استاذ عبد السلام، يعني كيف تؤثر عوده البيشمركه على شكل العلاقه بين بغداد واربيل؟ ستعيدها الى ما يجب عليه ان تكون عليه. قوات البيشمركه حسب الدستور هي جزء من المنظومة الدفاعية للعراق، ومن إحدى واجباتها المشاركة في أي عملية كما حدث في تحرير الموصل ومناطق أخرى، ولكن لغة طرف إرادة هذا الطرف على ذاك أنا أعتقد هي لغة لم تعد تنفع، وهي بعكس الدستور خاصة هذه المناطق، يعني إعادة الثقة إلى بين أبناء المنطقة. كما ترون هناك فرق كبير بين قوات البيشمركة وقوات الأمن التابع للإقليم، وبين للأسف الشديد والجيش العراقي وقواته، هناك ثقة بين الناس والبيشمركة، هناك تعاطف وثيق بين قوات الأمن في الإقليم والأهالي، يعني معظم الحركات التي جرت والعمليات ضد القاعدة آنذاك وداعش كان بتعاون كبير مع قوى الأمن في الإقليم، لذلك أنا أعتقد هذا تعطي للجماهير إشارة واضحة بعودة الأمور إلى مسارها الطبيعي، وهذا سيخلق في سوق أيضا. دكتور عبد السلام، النائب ماجد شانكالي دعا الكرد للانسحاب من الانتخابات في حال عدم إشراكهم بملف كركوك، ما مدى تأثير ذلك على التصعيد ربما بين بغداد وكردستان؟ أنا لا أعتقد أن هذا سيؤدي إلى تصعيد، يعني هذا سيبقى مجرد رأي مقترح. نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني كنا واضحين منذ البداية لن نشارك في اي انتخابات طالما المنطقه خاصه كركوك تمر بهذا الوضع، نحن نسميها بدون خجل وبدون لف ودوران، هذا وضع يشبه وضع الاحتلال الاجنبي، مع الاسف الشديد قوات الحشد الشعبي وحتى قوات الشرطه تتعامل مع الاهالي تعامل مع شعب دوله محتله، هناك اعتقالات، هناك مطاردة، هناك اقتتال في الاندهانه على نعم.
هناك منع لكل كتابات كرسية مع أن بكرة شكرا سوريا يعني هذا الوضع طبعا إضافة إلى عدم وجود أمن يمنع الناس أو يمنع وجود حالة اطمئنان الناخب. نعم وضعت الصورة. ولكن تعليقي هذا عام أما ما يقوله الناس هو رأي شخصي طبعا. شكرا لك شكرا لكن جزيلا. لكن أنا أعتقد هذا رد فعل هذا ليس موقف بداية هذا نتيجة ما يجري في كركوك بالذات وشنغار و حتى سهلنينا وتوصلاته. نعم. الحكومة العراقية ستعمل جيدا لصالح العراق أولا إذا أزالت هذه نعم دكتور هذا الشعور. شكرا لك دكتور عبد السلام برواري أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من أربيل.